السلام ومرحبا بكم في قناتي، بيانفوني سور ما شان. ان شاء الله ربي تكونوا كامل بخير اليوم. وكما سلسله الخبز اللي نديرها معكم لرمضان، قلت لكم هذا الخبز نعيطوا له خبز الكوشه تاع البولونجي، ماشي الكوشه تاعنا تاع الدار كما راكم تشوفوا فيه. وحديكم الوصفه فريمون سهله اي فاسيل. نرجع ونقول لكم اعملوا لنا اشتراك وتعليق على الفيديو، وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم باش تعم الفائده للجميع ان شاء الله. وكامل ديروا خبز يجيكم هايل وبنين. نرجع نقول لكم اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله يا ربي نكون لبيو لكم بعد جميع الطلبات نتاعكم. هيا تبعوني كوزينه باش نديروا الخبز هذا البنين. الوغ شوفوا، نبداو الخبز تاعنا اللي خي قلت لكم خبز تاع الكوشه تاع البولونجي، ماشي اللي نديرو حنا فضحنا نقول زعما خبز الدار، بصح هذا حنديرو خبز الكوشه تاع البولونجي. دوكي من بعد لا فورم تعرف. هنا عندي انا حطيت لكم بيتيت كونتيتي، اللي حاب يكبر يدوبليها برك ويدوبلي سوا سوا باش ما يتخلطوا لكمش الحساب. هنايا عندي 750 غرام فرينه، 750 غرام فاري، عندي معها 500 غرام سمول تري فين، 500 غرام سميد ارطب، وعندي معاهم هنا 25 غرام ملح، عندي 35 غرام سكر، عندي 25 غرام سال، 35 غرام سكر، عندي هنا 50 غرام حليب بودرة ولا تاع لحظة، 50 غرام بودر دو لي، عندي معاها بيان سور 25 غرام خميرة تاع الخبز، 25 غرام لوفور دو بيير ولا لوفور بولانجير، عندي ان اوف اي دمي، يعني ديت خليت الاصفر وديت الابيض معايا، يسمى هنا عندي برسك دو بلون اي ان جون. عندي 125 غرام دويل، 125 غرام ولا سنتيليتر تاع زيت. الماء ما عنديش قياس، انا شوف هنا راني حاطه 300، دوك نشمخو ونديرو. شوفوا هنا عندي النواشف، هنا عندي لي ليكيد. حبيت بك فهمكم معلومه في الخبز، باسكو كاين ناس وين جات يصبوا باغ شوكولات لا مود اللي يديروا ليكيد هو الاول في كاع الخبز. نو، كاين خبز ينحط له ليكيد وكاين خبز لا، يبداو بالنواشف. انا نعطيكم معلومه صغيره، نبداو بالنواشف هما الاولين، كي تعود عندنا حاجه فيها زيت ولا زبده وحبينا نبسوها دائما نحطوا لي ليفور. بون، راح ندير في البيتخان اليوم وحنخدم بلا باليت. اللي تحب تخدم بيدها تبسس بيدها نورمال كيما نديرو خبز مبسس، ولا من بعد تولي تعجن. انا من بعد هكذا نجيب قدامكم هنا راهي باينه. الوغ نبداو الفرينه تاعنا اللي قلنا 750 غرام. بسم الله يا ربي، عندي معها 500 غرام تاع سمول فين، 500 غرام سميد ارطب. حنا حنبسو هذا لو ميلونج نتاعنا، اسما نجي نحط السكر، نحط معاه الحليب، نحط معاه الملح، هكذا نخلط لو ميلونج تاعنا هذا. بسم الله، بسم الله يا ربي. هكذا هنا نجيب الزيت تاعي ونبسس، سواء نخدم باليد كيما تعرفوا التبساس، نديرو البسوس سي صابلي اونتخ لي ما فخوطي اون بادير باليد، نبسسو هكذا. انا راني حنديرو في البيتخان، في البيتخان نبسسو بهادي لا باليت نتاع ولا لو كاب كيما نقولو. بسم الله، هاهو تبسس. دوك نوريكم، حسوه مرمل خير من ديروه بيديكم. دونك كاينين لي يحبو يديرو المحسن، تقدرو ديرو المحسن تاع الخبز. شوفو شوفو كيفاش ترمل هنا، شتو تحسبوه مرمل مشمخ. نجي هنا دوكا ندير حفرة في الوسط، ندير خميرتي لا لوفور دو بيير تاعي، ندير لوف تاعنا هكذا، ندير شويه برك الماء تشوفوا علاه. هنا
باش نكسر برك هذه العظمه ما تقعد ليش لداخل، بس يقعد الصفر وحده والاخر وحده هكذا. هذا ماشي. نحط شويه ماء دوك، نبدا نعجن ونشوف، ونبدا نعجن عجنتها. انا نزيد فوريا ميزير زيد باردون الماء ونقول لكم شحال تخليه. هاي تعجنت عجينتنا، شوفوا في 750 هذوك اللي درناهم معها 500 دخلت لي برسك 600 تاع ماء. داكوغ نحي دوك نوريها لكم. هاكا شوفوا كيفاش تعجنت عجينتنا الشاب مانيفيك. انا حخليها هنايا خليها تكمل تخمر، ومن بعد نولي لكم باش نديروا لي فاصوناج. شوفوا كيفاش راهي شابه. الوغ نتلاقاو من بعد. شوفوا عجينتنا الله يبارك كيفاش راه دوبلي دو فوليوم. دوك نجي نحطها سوغ لو بلون. شويه غومبخ البطاط، درت هنا شويه زيت هكذا. بسم الله. يجي هايل، ديروه في رمضان ما تشريو لا من الزنقة لا والو. كما كان يقول غاندي، إذا غلا علي الشيء حاربته بالاستغناء عنه. هاي جنتنا، تحبوا نديرو ثلاثة ولا أربعة ولا كيما حبيتو، أنا ندير ربعة عشوائي مانيش حنوزن اليوم، بس دايما يقولولي تموتي على الميزان. سي فغي أنا نحب نوزن، بصح اليوم نديرو عشوائي. بس هاكا نسي ندير بولاج كالعادة، نجيكم منا واش تشوفوني هكذا باينة. بولاج ولفتوه معايا هكذا، ندخلو كلش في الوسط، سواء نخدموه سوغ لو بلان دو طراي، سواء تخدموه هكذا كيما زمان، ولا هكذا. ولفتو يك خدمت معاكم شحال من خطره لو بولاج هنا برك، غلقو مليح. بعد هذه هي اللي تولي فتحة هواء، ندير هكذا في الزيت ونحط. نعاود معاكم واحده اخرى، هذه تجي كبيره شويه. قلت لكم سواء نديرو كي زمان هكذا هكذا، ونخدمو لو بولاج بيديكم هكذا كيما حبيتو. داكوغ، انا نكمل البولاج تاعي ونولي لكم. شوفو نخليهم يقعدو غير شويه لي 5 مينوت يريحو برك باش نقدر نحلهم، سمي يعطيوني الطوع. هاني قلتلكم بعد ما ريحو نجيبو خبزتنا، تشوفو خمرت. انا دائما نجي هنا نعاود نلم، باسكو هادي كي تقرصوها بدير لكم واحد لو فيد هكذا في من تحت، تما غير سايسو. نعاود نقلب، تحبوا تقرصوا بالحلان تحبوا ديروا بيديكم. حنا بيدينا علمونا دائما نديروا هكذا، نبداو في الحراف بشويه بعد نبداو نروح غير في التقراص. الناس اللي تقرص هكذا هي النوع، نبداو من الوسط ونهبطو من الوسط ونجيبو هنا ومن بعد نروحو هنا، ماشي نديرو لي كونتخيغ. من بعد هاهي ريقلي خبزتي، دوك تحبوه رقيق تحبوه خشين كيما حبيتو ديروه ماشي بروبلام. هكذا دوك تشوفو كيفاش يتنفخ ويولي. نحطها في السنيوة نوليلكم. انا شوفو ني حطيتهم، دوك نجيب ندهنهم. تحبوا لوف اونتي ولا تحبوا غير الجون؟ انا نحب الجون اون جينيرال، ما يحبش ريحته يدلو شويه خل، ديروا شويه قهوه ولا كيما حبيتو، سي او شوا. انا شوفو نجي قبل ما نتخبر نشقو، نشقو كيما حبيتو مقروطات ولا كوم هي بوليه هكذا
هذاك عندكم من بعد نتوما وشوا هكا. زعما نديركم سنيوة تاع بقلاوة بالخبز هكا، ومن بعد لو ديكور نتوما عندكم الشوا. بوجنجلان اكزومبل ما حبيتوا ما تقيدوش بيا انايا، كاين اللي درت لهم شوفان، كاين كل واحد واش درت له. هذا فايبا ندير له كومبلي. نحب تاني نحب جيم بيان فيغ هادو هي انا ناكلهم، بصح نحب نديرهم في الخبز لي غران دو شيا جادور، هما يشينو وملاح هكذا. لا علينا دوكا نخلي خبزنا يخمر داكوغ، ونعاود نوليكم من بعد قبل ما ندخلوه يطيب تشوفوه كيفاش خمر. هاتو تالوغ هاهو شوفو خبزنا كيفاه خمر. دوكا نحطو، انا درت 200 دوغري ماكسيموم يديلي 20 مينوت، نتلاقاو من بعد. الوغ شفتو الخبز تاعنا كيفاه جا، ساهل ماهل فاسيل، هذا هو خبز. دوكا انا قلت غير تشوفوا ليماج تاعو تعرفوه باللي هو. شوفوا خبزنا هاهو كيفاش طابلنا، باش نقول لكم تعرف صدقوني الريحه جو فو دي با. شوفوا ها يهبل يهبل تاع مرقه حلوه، انا يجيني دائما بنين. ان شاء الله يا ربي الوصفه تعجبكم وتجربوها. ما تنساوناش دي لايك دي كومونتير، بارطاجي لا فيديو، احبكم في الله.